يا صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا، وهلا رح نبدا باولى فقراتنا الصباحيه لليوم. خلال مسارنا المهني دائما بنحاول انه نجدد من مهاراتنا ونطورها، وربما بالمراتب الوظيفيه، لكن ما بيخلى الامر احيانا من بعض الاخفاق، والكثير من العقبات بتواجهنا بمسيرتنا المهنيه، لكن بتضع امكانيتنا وبتحد من امكانيتنا، ويمكن بتاثر علينا نفسيا، بتخلينا نحس انه نحن وقفنا هون، ما بقى فينا نكفي. عند اول ازمه بنحس حالنا ما بقى فينا نكفي. يا سلمى، مضبوط؟ اكيد يا ليلى، ودائما بيتساءل كل شخص ضمن مهنته او شغلته انه انا كيف ممكن اتخطي هالصعوبات وهالمشكلات. ما هو مفهوم اداره الازمات بالعموم؟ كيف ممكن نتعلم هذا المفهوم ونوصفه ضمن حياتنا المهنيه بمختلف طبعا الاختصاصات؟ هي الاسئله وغيرها طبعا رح يطلعنا عليها ضيفنا بفقرتنا لليوم، مدرب التنميه البشريه سليم الكسم. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. يعطيك العافيه. يسعد صباحك. طبعا كثير اشخاص بمسيرتهم المهنيه دائما لازم يطوروا مهاراتهم، يجددوا. اكيد في عقبات، ما في شخص الا بيمر بعقبات، لكن في اشخاص عند اول عقبه او ازمه ما بيقدروا يتعاملوا معها. خلينا بالاول نعرف شو هو، كيف نحن بدنا نتعامل مع الازمه. أول شغلة مفهومنا للأزمة وفكرتنا عن الأزمة، فكرتنا عن الأزمة للأسف مغلوطة جدا. الناس برأيها الأزمة هي مشكلة أو كارثة. الأزمة لا، ما لها كارثة. الأزمة ببساطة أخذنا بمفهوم البسيط، الأزمة هي حالة بتكشف لي مشكلة كانت نائمة بس قائمة. فالأزمة شغلة كتير منيحة. الأزمة هي، خليني أقول، المكان الضيق، أو المكان باللغة العربية الأزمة هي المكان الضيق. فلما بدي خياراتنا بكون أنا بأزمة. بالتالي شو اللي بيصير؟ يلي بيصير على الشكل الآتي: أنا ماشي ومفكر حياة بومبي ويا سلام ويا عيني، تمام؟ فجأة بيطلع لي مشكلة. طبعاً إذا استعرضنا من المفهوم الطبي أزمة قلبية أو أزمة تنفسية، طب اللي صار معه أزمة قلبية، هو كان جهاز قلبه فيه مشكلة، طلعت هي المشكلة على شكل أزمة. بالتالي لما بيكون في عندي ضعف تخطيط بمساري المهني، أنا مالي عارف المشاكل اللي حتصير، فبتظهر هي المشكلة على شكل أزمة. الأزمة شغلة كتير منيحة، شغلة كتير طبيعية. قد ما كنت مخطط في شيء حيغيب عن بالي مهما كنت خارق. بالتالي لما بيطلعوا الأزمات فأنا بكتشف مشاكلي. فأول شغلة لما بتصير عندك أزمة افرح. ليش؟ لأنه أنت عرفت المشاكل اللي نايمة بس قائمة، فبتعرف تعالجها. هلأ مشكلتنا بالتعامل مع الأزمة وليس بالأزمة ذات نفسها. التعامل مع الأزمة طبعاً إذا تجاهلتها وأجلتها وتغاضيت على الموضوع بتكبر، فبتصير مشكلة، فبتأدي لخسارة، بعدين بتأدي لكارثة، بعدين بتأدي لفوضى، تمام؟ طب شو لازم ساوي؟ لازم أول نقطة قد ما فيكم لحتى تتفادوا الأزمات طولوا فترة التخطيط. أي حدا بده يفتح مشروعه الشخصي أنا بسأله: أنت وين بتشتغل قبل؟ إذا ما اشتغل موظف وقف، لا تشتغل مشروعك الشخصي. ليش؟ روح اشتغل موظف عند اي حدا. استاذ انا عندي مشروع، وقف. في تفاصيل بالشغل انت ما بتعرفها رح تطلع على شكل ازمات، رح تطلع على ازمه خسارات ضخمه. يمكن تكمل بعد سنه تتفاجئ انه في عندك ماليه، بالله يعني هذا شيء الف ب بالسوق. والله انا في عندي الموظف الفلاني ترك، انت مفكر ان الموظف حيندفع معك مثلا. انا والله تزوجت فصار عندي مشكله مع زوجتي، صار في ازمه بيني وبين زوجتي. ما حدا بيتزوج الا بيصير خنايق اجباري. اذا اخذنا الفكره السائده لا تاخذ صاحب الا من بعد خناقه، تمام؟ فكل ما هي العلاقات، طبعا اي حدا بتزوج بيعرف انه العلاقه بتقوى بعد المشكله، وكل ما كانت المشكله اكبر كل ما بتقوي العلاقه اكثر. نفس الشيء بالموضوع المهني، تمام؟ بالموضوع المهني بعد الازمه، بعد ما اتجاوزها واطلع منها، بيطلع مشروعي افضل واكبر وبيطلع مستوى اعلى بكثير. دائما اي شركه في لما بتمر بهي الازمه، اذا انا قدرت اتجاوز هي الازمه بطريقه صح، اتعامل معها بطريقه صح. طبعا فكره اداره الازمات، طبعا نحكي فن اداره الازمات، اول شيء الاداره يعني يديرها، يعني شوف الوجه الاخر من المشكله. انت دائما لما خسرت، اذا حتى اخذنا باللغات، ازمه بالصيني تمام بتتالف من مقطعين، ويجي. ويجي يعني فرصه وتهديد. فبقلب الازمه دائما بيكون في فرصه. هلا المشاكل اللي عم بتصير ببلدنا بتادي بتفرز لمشاريع،
لانه المشاريع دائما بتغطي احتياجات. فشو ما صار اخي الناس بكورونا ماتوا، اشتغلت الكمامات واشتغلنا بالمعقم، طلع اكثر من 50 مشروع جداد. اي ازمه بتصير بيطلع لك عشرات المشاريع والفرص. انت فيك تشوف الجانب المشكله بالموضوع او فيك تشوف الجانب الفرصه بالموضوع. صحيح. فكتير مهم تركز على الفرصه وكتير تشوف شو اللي فيني انا اطوره، شو اللي فيني حسنه، مو شو خسرت، مو شو صار. بالعكس انبسط، انت عرفت انه هذا الخساره صارت وعرفت انه هذا الموضوع عندك فيه مشكله. أكيد. فلازم تعالجه. طيب استاذ سليم، نحن حضرتك ذكرت انه في كثير اشخاص ببلشوا مشروعهم الخاص. نعم. ولما ببلشوا مشروعهم الخاص بيشوفوا هي الازمات والصعوبات اللي بيمروا فيها، ولكن نعم. بالعموم دائما في شيء اسمه خطوات اساسيه انا تمام. لازم اعرفها 100% بملف اداره الازمات. تماما. سواء كنت بشتغل سابقا او ما بشتغل سابقا. نعم. شو هي هي الخطوات اللي اليوم ممكن نعطيها لكل حدا عم يتابعنا عن اداره الازمات؟ اول شيء ما قبل الازمه. يعني اول شغله لازم انا احصن حالي من الازمات. نحن عندنا مشكله كبرى بنظام التعليمي وبنظام العمل او نظام التوظيف. نظام التعليمي بيعلم الطالب انه ما يغلط، واذا غلطت في مشكله. تمام. الحياه لا، لما بتغلط انت بتتعلم. تمام. بالوظيفه كمان نفس الشيء، لما بيغلط الموظف بيتعاقب. تمام. باداره الاعمال بالعكس تماما، كل ما غلطت اكثر فانت خبير اكثر، فبتاخذ مال اكثر، فبيطلع لك شغل اكثر. فما قبل الازمه لازم تحصن حالك من الازمه. شو يعني؟ اول نقطه، خذوا فتره قد ما فيكم، خذوا فتره تخطيط ودراسه للموضوع مشان تعرفوا التفاصيل، مشان ما يغيب عنكم ولا مشكله. واحد. اثنين، حطوا بلان بي. يعني انا عندي موظفين والموظفين ممتازين وشغالين، ايه عندك بديل عن هذا الموظف؟ اخي فلان ما بيترك. مين قال لك ما بيترك؟ مين قال ما بيترك؟ الموظف لازم يكون في اي شركات بتحترم حالها بيكون في عندهم باك اب كامل يعني للستاف كله. كل الكادر بيكون عندي انا بديل عنه تماما. الموظف بيمرض، بيتعب، بيزعل، بيصير عنده حاله، بيصير عنده حاله بيموت. سفر بيموت. فعندك مشاكل كثيره، في شغلات قضاء وقدر واحد بيقدر يحسب لها. فبالتالي ما بيمشي الحال انت تتعامل مع الموضوع، فخذ وقتك بدراسه وتحليل ما سيحصل بالمشروع. واحد. اثنين، حط خطط بديله قد ما فيك، وسع خياراتك. كل ما وسعت خياراتك كل ما بتتفادى الأزمة. ثلاثة، كل فترة قيم عملك السابق وقيم عملك اللاحق. هذا ما قبل الأزمة. قد ما كنت خارق بهدول الخطوات حيطلع لك شغلات غايبة عنك، تمام، وحتكون تطلع لك بشكل أزمة. أثناء الأزمة، أول نقطة التقبل. التقبل، نحن عندنا مشكلة، بيصير عندنا أزمة، فبنتخبط عاطفيا، فبيشتغل العقل العاطفي، بيوقف العقل المنطقي، فبنصير منعيط، بنصير منتضايق، بنصير ممكن نكسر، وبنخسر بعد الخسارة خسارات. تمام؟ أول شغلة لما تخسر بيصير أي أزمة، أول شغلة تقبل، إيه نحن عندنا مشكلة كبرى إنه نحن مفكرين حالنا مثاليين. لا لا، تمام؟ أنت إذا مسؤول عن حياتك، إذا أنت قائد لحياتك، لا تفكر بالمحيط، لا تفكر بالأشخاص التانيين. أنا قائد لحياتي، فأول مثل بيقولوا قاعدة من قوانين القيادة هو أنا المسؤول عن كل ما يحصل. شو ما صار بغض نظر مين ساوى، متى ما سمعتوا عين وحسد وفلان كتب لي وفلان مدري شو، رفعت شخص ما له قائد. تمام. والله في أزمة مالية، والله أخي الدولار بأمريكا، شوف شو عم يصير. أخي أنا ما دخلني شو عم يصير، أنا بشغلي أنا مسؤول عن كل ما يحصل. أنا لازم نسق أموري. طبيعي لما تشتغل مشروع، طبيعي لما تساوي علاقة، طبيعي لما تروح مشوار سيرانة، بس هدول مو بنسميهم ظروف محيطة. بالعموم هي بتأثر. أنا لازم السيرة. أنا لازم أدرسهم يعني، أنا لازم أعرفهم. بس اليوم يعني مثلا مثل ما حضرتك تماما. حكيت المثال المالي. نعم. هذا مو بإيد أي حدا يدرسه لأنه هو أصلا متخبط. لا يعني بإيد عالمية. بإيد هو أنا بمجالي بمشروعي أنا أقدر حدا أدرسه وأنا بعرفه تماما. يعني مو منطق واحد يقول لي أنا فتحت معمل بعدين تفاجأت أنه في عندي مشكلة الكهرباء، معقول أنت؟ لازم أنا أروح أمن هذا الموضوع، أعرف هذا الموضوع. برجع أقول أثناء الأزمة حيطلع شيء أنا مالي مخطط له، فحيطلع على شكل أزمة. أول شيء انبسط أنك عرفته، صار عندك إدراك للموضوع، فأهدأ روق، تعامل مع الموضوع منطقيا. رقم اثنين، شوف شو الخيارات البديلة الموجودة عندك. ثلاثة، احمد الله على الخسارات اللي ما خسرتها. يعني حاول أول شيء تحتوي الخسارة بقدر الممكن، بأكبر أقل خسائر ممكنة. هلأ أنا ما عم بحكي على المكسب، عم بحكي على تقليل الخسائر. بعدين ثلاثة،
فكر رب العالمين عادل، لما بيحرمني بيعطيني، مع كل منحة محنة في منحة. طيب شو المنحة بهي المحنة؟ شو العطاء؟ نعم، خسرت شخص، طلعت من الكادر شخص، خير إن شاء الله حيجيك شخص تاني، وكل الأشخاص اللي موجودين معنا هلأ هن النتيجة إنه في مين قبلهم طلع. كل الأشخاص المناح اللي أنت عم تشتغل معهم سواء بعلاقتك الشخصية أو بعلاقتك المهنية، نعم، هن طلع أشخاص، فإجا أشخاص بعدهم أفضل منهم. فبالتالي شوف شو البدائل وشو الخيارات المتاحة. ثلاثة، نرجع للي قبله، حصن حالك ما يتكرر هذا الموضوع. ما بيمشي الحال توع بالجورة مرة وتنتين وثلاثة وأربعة وخمسة. قد ما فيك حاول تتفادى أو تتجنب الأمور الضبابية. يعني ما أفتح أنا كثير من الناس، خاصة لما بيصير في ربح سريع أو نمو سريع بالموضوع المهني. إذا أنا عندي مشروع لقيت فيه سوق عمل كبير وبلشت فيه، أو مثلا أنا انفتح لي خط بمحافظة جديدة بيع أو اشتغل أو ساوي، فتحت وفتت، بعدين في عادة معينة هنيك، في طريقة معينة، في طبيعة معينة اختلف علي بهذا السوق، تمام، فأكلت صواب مرتب. طول بالك أنت، لأنك للأسف النمو السريع دير بالك منه. أي نمو سريع في بعده أزمة. أي مشكلة، تمام، برجع بقول الحياة هي ربح وخسارة، شهيق وزفير. إذا بدي أخذ شهيق 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 دائما بنفجر. فأنا في عندي دائما تعامل مع الخسارة، أنا حاسب الخسارة، أنا بعرف الخسارة. بالتالي بلش طبعا اللي صار عنده كثير أزمات صار بيعرف، فبيصير نحن بنسميه خبير بسوق العمل اسمه الشخص. خبير، فما بيمشي الحال خبير أزمات تماما. أي خبير البزنس أصلا بيجيبوه لهذا الشخص اللي خسران كثير، بيجيبوه مشان يقول لهم بالشركات تماما. الناس بتعرف جزى الله المصائب كل خير بها عرفت عدوي من صديقي. هذا الشخص بيجنبني كثير خسارات، هذا الشخص صار استشاري صار خبير. طيب شو المشكلة الكبرى؟ المشكلة الكبرى بالتوقع. أنا متوقع حالي افتح مشروع واربح منه، وغالبنا وقت بيقعد بيفتح مشروع بحاكيك عن بيت وسيارة لا تحسب الربح، حسب الخسارة. لازم نحط الجهة بمفهوم الأزمات بالنا احتمالين، انه انا ممكن اربح ممكن اخسر. قبل ما اربح اكيد انا ما فتحت مشروع الا لعرفان ربحه، طبعا عرفان ربحه، فبالتالي لازم فكر شو خسائره. وكل ما اخذني دماغي انت حتربح وحتصير وقف. معقول الموضوع ما له تكاليف؟ أكيد. اي شيء بالدنيا له تكاليف، اي شيء بالدنيا، ما في شيء سهل. اذا بدي ساوي كاسه شاي ايه لها تكاليف وقت ومال وغاز. طيب مشروع ما له تكاليف، متى ما سمعت مشروع سهل وربحه عظيم وطول بالك دير بالك في الامر انه تمام. وخاصه هذول اللي بيجي بيقول لك تعال جيب لي 50,000 ورقه وثلاثه من رفقاتك ومدري ايش وبتركب بيت. طول بالك طول بالك. اي مشروع ما بتعرف ازماته اياك تدخل عليه. اي مشروع ما بتعرف مشاكله، لذلك ننصح لا تفتح مشروعك الشخصي. روح اشتغل موظف. طب انا معي مصاري ما عندي الفكره وعندي المهاره، ايه اشتغل موظف. لانه في بقلب هيكليه العمل في مشاكل اداريه، في مشاكل تقنيه، في مشاكل فنيه. احيانا نحن الاشخاص يعني بيواجهوا كمان ضمن وظائفهم بيواجهوا ازمات، بيواجهوا مشاكل. في كثير ناس فقدت عملها من وراء اول ازمه، كيف هدول كمان بدهم يتعاملوا مع مشاكلهم الوظيفيه؟ احيانا تمسكنا الشديد بالعمل، تمسكنا الشديد بالموضوع بالشخص بالعمل بيخلينا برجع بقول نخلق بعد الخساره خسارة. بالتالي كثير مفيد بعد ما تخسر او يصير عندك ازمه او يصير عندك مشكله، كثير مفيد انك تفلت، ترتاح، تبكي، تزعل، تتضايق، طبيعي، هي مشاعر طبيعيه، تركها تاخذ مجدها، تركها ياخذ وقته حتى ما يرجع يطلع لي بعدين 100% باماكن اخرى، وتركها تعلمك. لما بتشغل اللي بتعلم علينا، الشغل اللي بتجرحنا من جوا نتعلم منها بتقوينا. ضرب الماء بتقتلك بتقوي تماما. فبالتالي انا طيب كثير منا بمتخيل انه اخي انا بهذا المكان وجودي وبهذا المكان قوتي حياتي كلها. انت هذا المكان كسبته لانك خسرت مكان قبله، فلما بتخسره انت حتكسب مكان احسن ان شاء الله، او لانك تعبت عليه طبعاً. فانت نفسك قادر تتعب بهذا المكان وتبني طبعاً. بهذا المكان. والاحلى الفرصه الرائعه انه صار عندك هلا فرصه كل أخطائك السابقة تساويها جديدة.
تمام؟ إذا انهدم كل شيء، إذا راح كل شيء، انهدم كل شيء مادي، واللي بيتوقع إنه المادة مستمرة فهو واهم. أي شيء مادي ما له مستمر. طب شو اللي بيستمر؟ الخبرة، العلم، العلاقات، المحبة، الأخلاقيات. صح. فبالتالي إزعال لما سمعتك تنزق يعني تنضرب، سمعتك تنضرب، أو تخسر أصدقاء، تمام، أو تخسر صديق، تمام، أو تخسر. بس أما أخسر مال، حتخسر مال مهما مشيت، مين ما كنت تكون حتخسر دائما، هي جزء من دورة الحياة، ربح وخسارة، تمام. ودائما يعني مشهور بالسوق، بالسوق لما بتشوفي تاجر خسر خسارة كبيرة، صار عنده مشكلة كبيرة، بيضحكوا بيقول لك ما بتخسر إلا التجار. لا أنت معقول خسرت؟ إيه ما بيخسر إلا التجار. طيب بالتالي التاجر اللي خسر كثير هذا بتلاقي عم يربح كثير، تمام، بغض النظر عن ماليته قديش ضخمه. ليه؟ لانه صار يعرف الثغرات، تمام. كل ما كان بيعرف الثغرات، تمام، كل ما كان هو بيقدر يمشي اكثر. بالتالي خلينا نقول الناس اللي بتحل هي المتاهات، في ناس بيحلوها من البدايه للنهايه، بس الخبراء بالمتاهات بيحلوها من النهايه للبدايه وبتخلص اسرع، تمام. بالتالي لما نفوت انا على مشروع، فوت انا على قصه، لازم اتوقع انه انا، فهذا اثناء الازمه. طب ما بعد الازمه؟ ما بعد الازمه نصيحه، خذوا دفتر، اكتبوا اسمه دفتر التعلمات. كل مشكله بتصير اكتبوا شو تعلمنا، تعالوا شوف شو تعلمنا، خسرنا، راح المشروع، شو تعلمنا. نصيحه، هي القواعد اللي بتكتبوها، هدول القواعد جمعوهم الكتاب، ساووا التنميه البشريه. بس تنميتك البشريه يلي انت كاتبها بتكون دافع حق سطر مليونين، ودافع حق سطر 10 سنين خبز وملح، ودافع حق سطر. فالسطر عندك غالي، والنصيحه كثير غاليه. نصيحه، اعملوا دفتركم. والمشكله الكبرى انه كلياتنا منوع بنفس المطبات، فهذا الدفتر لما بترجعوا له بتلاقوا عنكم خبرات عظيمه، تمام، لانه سمي انسان من النسيان، نحن بننسى، فلما بنمشي نرجع بناكل نفس الصواب مره وثنتين وثلاثه واربعه. فبالتالي الازمه ما انا اتضايق منها، الازمه شغله كثير منيحه، شغله كثير ظريفه، فيها بقلبها فرص، فيها بقلبها مشاريع جديده، فيها بقلبها علاقات جديده. اما انا اذا اجيت والله الازمه دائما هي خساره، الازمه دائما هي مشكله، لا هي ما هيك. وبالمطلق كل ما انا استثمرت القصه شفت نص الكاسه المليان، تمام، فبرجع انا بحسن اعبيه، بحسن انا كمله، بحسن انا اتفادى الموضوع، بحسن استثمره، تمام. وفي نقطه كثير حلوه اسمها استثمر السلبي ايجابا. أسوأ ما يحصل معك اذا كنت قادر تعيد تدويره، اسمه اداره الازمه، تروح تشوف الجانب الثاني منه، فانت قادر تاخذ فيه مكسب. بالسوق بتلاقي شخص خسر او صار معه، يعني مثلا فرضا من كم سنه وقت سوق العصرونيه احترق، اللي بيفوت على السوق بقلب الحريقه بيقول هذا ما بيقوم بحياته، فزوا الناس يعني التجار صاروا مع بعض محبين لبعض عجيبين، هاد انا سامحتك وهاد انا سامحتك. السوق خلال اسبوع كان فازز على رجليه وعم يشتغل. ببلدنا بتلاقي قرنه صارت، تمام، بعد فتره بسيطه اشتغلت اموره بخير. بالتالي شو اللي لازم ساوي انا ما بعد الازمه؟ ما بعد الازمه لازم روح لمرحله التعافي، ولازم ارجع طبعا الدوره شغاله. فالدوره شغاله لازم دائما حصن حالي، ادرس الموضوع، اتقبل، انبسط، اتعلم، واشتغل لأنت ما بتخلص. أكيد. اخر ازمه حتصير معك هي قبل ما تموت بشوي، وتتعامل معها بتقبل وانبسط، بتعيش حياتك هيك لانه هي هيك الحياه. قديش اعطانا الاستاذ طاقه ايجابيه لنتعامل معها، صحيح، وقديش اعطانا معلومات كمان بدنا نتشكر عليها، وعلى ان شاء الله يكون الكل كمان اللي سمعنا استفاد. شكرا لك، شكرا كثير لك.